أول ما سمعت وشفت تصريحات كريستيانو رونالدو أسطورة الكرة البرتغالية عن المنتخب المغربي للفوتسال بعد الهزيمة النهاردة أمام منتخب البرتغال 4-1، بعد ما شفت وسمعت التصريحات بتاعت أسطورة البرتغال في كرة القدم كريستيانو رونالدو، تذكرت على طول الإعلام الجزائري والشماتة والفرحة اللي بيعملوها منذ انتهاء المباراة وحتى وقتنا هذا واللي هتستمر معاهم لأيام وأيام. شفت إزاي إن كريستيانو رونالدو بتصريحاته العظيمة عن المنتخب المغربي للفوتسال النهاردة، وشفت وضاعة الإعلام الجزائري، الأسطورة بيتكلم عننا والإعلام الجزائري الحقير القذر بيشمت فينا في مباراة تحصيل حاصل. أيضا المغرب خسر النهاردة ولكنه صاعد من المباراة السابقة إلى دور ثم النهائي. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس تعال استمتع معايا، استمتع معايا باللي قاله كريستيانو رونالدو النهارده، أسطورة الكرة البرتغالية. رونالدو النهارده قال لك إن في رسالة عبر حسابه الرسمي على انستجرام إنه سعيد جدا جدا بفوز منتخب بلاده المنتخب البرتغالي للفوتسال على منتخب قوي وعنيد مثل المنتخب المغربي. وأكد كريستيانو رونالدو ووجه رسالة للمغاربة: لا تحزنوا، لديكم منتخب قوي للغاية، اليوم كان يوم غير موفق لمنتخبكم ولكنه بالتأكيد يظل مرشحا قويا للفوز بكأس العالم للفوتسال بأوزبكستان. شوفوا الجمال، شوفوا الروعة، شوفوا الحلاوة، شوفوا ازاي كريستيانو رونالدو بيتكلم عننا، وشوفوا ازاي الإعلام الجزائري الحقير الجاهل القذر بيشمت في المغرب اللي هي دولة عربية، لكن هؤلاء الجهلاء الأقزام لا يعرفون إلا شيء واحد فقط وهو كراهية المغرب، مرض خطير في قلوبهم.